في هذه اللحظات يصدر القرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد القرار الابتدائي الصادر في حق السيد سليمان الريسوني، قرار يأتي بعد وقوفنا على ما شابه الحكم الابتدائي من خروقات قانونية، قرار يأتي بعدما بسطنا للمحكمة مجموعة تناقضات جاءت على لسان المطالب بالحق المدني نعتبرها حاسمة في التأكيد على أن الواقعة التي أدين من أجلها السيد سليمان الريسوني لا وجود لها في الواقع. شخص يدعي لحظة أنه تعرض للاغتصاب بطريقة، ويأتي في تصريح آخر ليدلي بتصريح متناقض لما صرح فيه من بعد. في تاريخ المهني في قضايا كهاته إن لم تحكم المحكمة بالبراءة لفائدة القانون فإن تحكم للبراءة لفائدة الشك، لكن للأسف الشديد في ملف سيد سليمان الريسوني الذي وقفتم معنا فيه على التناقضات التي جاءت على لسان المطالب بالحق المدني وعلى الخروقات المسطرية التي شابت المسطرة منذ اعتقال سليمان الريسوني إلى غاية يومه، بسطناها بكل الوسائل المتاحة قانونا، نتفاجأ بتأييد القرار الاستئنافي. أمر مؤلم، قرار مؤسف، أعتقد على أنه هو ضرب لكل القوانين والتشريعات، وهو مس بكل القوانين المسطرية التي تنظم مثل هذه المحاكمات. على أي حال، أمامنا الآن لجوء إلى محكمة النقد بعد التخابر مع موكلنا إن رغب في التصريح بالنقد في ملفه، ونتمنى أن تعاد الأمور إلى نصابها. قبل وبعد هذا القرار الجنائي الاستئنافي كنظن بأن المحاكمة مرت في شروط احترمت ضمانات المحاكمة العادلة بالنسبة للطرفين، بالنسبة للنيابة العامة، كل الأطراف يعني أخذت الوقت الكافي لتقديم دفعاتها ومستنتجاتها وتعقيباتها. المتهم أخذ الوقت أكثر من الكافي فيما يخص الكلمة الأخيرة ديالو، لأن هذه حقوق كتضمنها المسطرة الجنائية. هذا هو الأساسي بالنسبة لنا، ولكن ضمان حقوق الضحية نحن سنمارس كل الطعون اللي كيخولها لنا القانون، وسنلجأ إلى طلب نقد والطعن بالنقد في هذا القرار الاستئنافي، لأنه لا يلبي أو لا يجيب على الأضرار التي تعرض لها الضحية آدم. الضحية دائما ضحية الاعتداءات الجنسية، تبقى تبعات هذه الاعتداءات في حياته النفسية والمهنية والشخصية، يرفضه المجتمع، يعاني داخل المجتمع. التعويض الذي قضت به المحكمة الغرفة الجنائية الابتدائية وأيدته الغرفة الجنائية الاستئنافية لن يلبي ولن يجبر الضرر الذي تعرض له الضحية آدم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.